أطلقت حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية أولى دوراتها التدريبية لتعليم الحرف التراثية، وذلك بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل وتشجيع المشاركين على إقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. فكرة الحاضنة أنت عم تأسس شيء، يعني نحن في عنا مهن بلشت تندثر، فنحن اليوم عم نرجع نبني فيها الجيل القادم. اليوم افتتاح الدورات التدريبية للجلديات حقائب نسائي ورجالي فقط، هدول في عنا استخلاص العطور مازن زكور، وفي عنا بيت المونه اقتصاد منزلي سيد ماجد حقي. بلشنا بمنطقة السيدة زينب، في من ذوي الشهداء عم يتعلموا تنشيط هيك دورات بالأرياف، بتفيد كتير بعملية تأمين فرص العمل المجدية وبتساعد على تعزيز الأمن الاجتماعي السائد بهالمرحلة. رح يجوا وفود ويشوفوا ويعملوا عقود مع الحاضنة مشان يكون في تطور سياحي وتطور حرفي. في جايين ندرب الستات هون على مونة البيت الاقتصادية، طريقة حفظها مو بالفريزر، أنا ضد فريزر وضد البلاستيك، هلا بدي أعطيهم أنا الضمان الصحي. اليوم حيكون انطلاقة أول دورة بالمهنة استخلاص الزيوت العطرية والنباتية، فرح نقدم للطالب نحن مهنة سهلة وبيقدر يبلش فيها مثل باكورة مشروع صغير لا يقدر يعيد نفسه وعيلته. هلا اليوم جايين ندرب نحن طرق تصنيع المحفظة وتجميعها مع بعضها بدون أي تكلفة خارجية، وأي آلة تانية تشتغل قطعة وتكون قادرة على تسويقها، يعني هي جدل، الأصباغ، التطبيق، التشطيب، يعني 4 أسابيع حنعطيهم وفي عنا أسبوع نظري حيكون. يعني عنا نحن أولاد وإن شاء الله بنجي نتعلم ونجيب أولادنا بيتعلموا وبنبدأ مشاريع صغيرة على قد. هلا يعني قد ما كبر الواحد وبيعرف بيلزمه تعليم، فحابين نتعلم شغلات تكون يعني تفيدنا أكثر من اللي نحن بنعرفه. أنا جيت لهون لحتى أتعلم وحاول حسن مستوان المعيشي مشان هالأطفال.